هذا السؤال جدا يعتبر سؤال محرج للطرف الآخر. إذا كانت إجراءات بهذا النوع، لماذا لم تكن في عرفة أو في مكة وكانت في الغدير؟ هناك في قريش حزب معارض، هذا الحزب بدأ يعمل بصورة سرية وعلنية على إبعاد النبي صلى الله عليه وآله وعزله إما بالقتل أو بطريقة أخرى وأخذ السلطة منه، وهذه القضية طبعا يمكن أن نتحدث عنها في حلقة كاملة. هذا الحزب كان له وجود كبير في المدينة وفي مكة، وأبرز عمل كان لهذا الحزب محاولة الانقلاب على النبي صلى الله عليه وآله في غزوة تبوك. غزوة تبوك كانت كلها خدعة لإخراج النبي من المدينة، ثم السيطرة على المدينة المنورة، ثم التعاون مع الروم على قتل النبي صلى الله عليه وآله ومن معه ونيل الحكم. وطبعا أجهضت القصة عندما أبقى النبي عليا عليه السلام في المدينة المنورة، وعندما قال ذلك الحديث المعروف: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. نعم. وطبعا في هذه الغزوة حاول نفس هؤلاء اغتيال رسول الله صلى الله عليه وآله. أشهر محاولة اغتيال حصلت للنبي صلى الله عليه وآله كانت في يوم تبوك، في أيام غزوة تبوك. هذا الحزب كان يترقب أو كان عنده احتمال كبير أن يعلن النبي هذا الإعلان الكبير وتحصل إجراءات نقل السلطة في حجة الوداع، فكان عندهم استعداد كبير جدا لمنع حصول هذا الأمر. أنا سأنقل لك أمرين. جيد. الأمر الأول الذي قاموا به لمنع هذه الإجراءات في مكة هو تشويه صورة علي عليه السلام. أين هذا الشيء يبرز؟ في قضية اليمن، عندما اتهموه بأنه أخذ أكثر منهم في غنائم الحرب، عندما اتهموه أنه كان شديدا معهم في قضية إبل الصدقة، عندما اتهموه بأنه اصطفى لنفسه جارية من دون الكل وذهبوا لرسول الله ليقدموا شكوى ضده. يعني بدأت عملية تشويه لصورة هذا الوصي أو ولي العهد الجديد. هذا القسم الأول. القسم الثاني منهم لا، بدأوا التشكيك في أوامر ونواهي صلى الله عليه وآله، وتظهر هذه القضية عندما أمرهم النبي صلى الله عليه وآله أن يحلوا من إحرامهم بعد أن أدوا مناسك عمرة التمتع. اعترضوا عليه ورفضوا أن يحلوا من الإحرام، وقالوا تلك الكلمة القبيحة التي قالها ذلك الرجل، قال: وكذا يقتر منيا، كيف نبقى هنا بهذه الصورة؟ فبدأوا عملية تمرد على الإجراءات النبوية والتشكيك فيما يقوله النبي صلى الله عليه وآله. كل هذا كان تمهيدا للتشكيك فيما يصدر على النبي. رسول الله صلى الله عليه وآله كان على علم بهذا المخطط. في يوم عرفة كان من الممكن أن يتطرق إلى قضية الغدير، ولكن القوم كانت عندهم طريقة استعملوها مرارا وتكرارا للتشويش على أوامر رسول الله صلى الله عليه وآله. أنا سأعطيك نموذجين. النموذج الأول استعملوها عندما نص النبي على أنه يلي هذا الأمر من بعد 12 أميرا. النبي كان سيكمل. من هم هؤلاء الأمراء أو الخلفاء 12؟ أثاروا ضجة وجلبة حول النبي لكي لا يسمع. لذلك جابر بن سمرة راوي الحديث قال: فقال رسول الله كلمة لم أسمعها. الله. بمعنى أن القوم منعوه من سماعها. هذه طريقة. في موقف آخر لا، في آخر حياة النبي عندما أراد النبي أن يوصي قال: ائتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. قالوا يهجر. فاختلف القوم وضجوا حتى منع النبي من كتابة ذلك الكتاب. نعم، أسلوبهم في التشويش على رسول الله كان بإثارة الضجة والجلبة بحيث لا يسمع الناس كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. الحج كان فيه 100,000 شخص. حدث مثل هذا النوع لو أعلن النبي وأثيرت هذه الضوضاء والضجة سيفشل هذا المؤتمر. لذلك النبي فاجأهم المفاجأة الأولى بأنه لم يعلن عن شيء، فكل استعداداتهم
وكل تحذيراتهم للتمرد والانقلاب سقطت في الماء. ولكن النبي صلى الله عليه وآله أعطى تلميحا في خطبة الوداع بأن هناك تنصيبا سيأتي قريبا، أي عندما ذكر حديث الثقلين. من أهم الأماكن التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وآله حديث الثقلين في خطبة الوداع، ختم الخطبة بحديث الثقلين ثم سكت النبي. في طريق العودة اختيار النبي للغدير لأمرين. الأمر الأول، استعمل النبي عنصر الصدمة، صدمة مكانية مكان غير متوقع فعلا، وصدمة زمانية وقت غير متوقع. من الذي يتوقع أن النبي في هذه الحرارة وفي هذا الوقت من النهار سيتكلم بهذا الأمر المهم؟ فلذلك القضية كانت مفاجأة لهم، وهذه المسألة المفاجأة تظهر في ردة فعلهم، بخن بخن لك يا ابن أبي طالب. الأمر الثاني، وهذه خصوصية جغرافية في المكان، ومن المهم جدا دراسة جغرافيا الغدير. الغدير كوادي موجود اليوم فيه مرتفعات ومنخفضات تعطي صدى عال جدا للصوت. أنا زرت هذا المكان وكثير من الناس زاروه، بحيث إذا تكلمت أنت همسا في هذا المكان يمكن أنا أن أسمعك ولو على بعد 300 متر. الصدى في الغدير مرتفع جدا، فكأنك في قاعة مؤتمرات مجهزة بسماعات وبمايكات عالية الدقة، بحيث لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحصل تشويش على المستمع. بهذا ضمن النبي صلى الله عليه وآله أن صوته سيصل للجميع ولو حصل تشويش، رغم أنه لا يمكن أن يحصل تشويش لوجود عنصر المفاجأة. من هنا اختار النبي صلى الله عليه وآله غدير خم على عرفة. قلت لي سماحة الشيخ أنه